قال المحلل السياسي الدكتور فهد أشليمي إن سياسة قطر الخارجية المعلنة تختلف عن واقع الممارسات القطرية، مضيفا أن النظام القطري يتبع سياسة تخريبية عبر دعم الدوحة للإرهابيين والمتطرفين وتمويلهم وتوفير الملاذات الآمنة لهم. السياسة الخارجية القطرية، السياسة التي لا تجعل لك أصدقاء وأخوة ولا تجعلك الحقيقة تحفظ حقوقهم وتجعلك تتورط في شؤون الدول وتجعلك تدعم منظمات إرهابية، هذه ليست سياسة خارجية، هذه سياسة تخريبية بصراحة. وأنا أعتقد الآن بعد ما وضحت الصورة وجدنا أن لا توجد سياسة خارجية قطرية، وإنما توجد سياسة تخريبية قطرية. الآن الذي يمارس هو كسب مزيد من الوقت وليس التفكير بمزيد من الحلول مع الأسف الشديد. الآن هذه السياسة تمارس الحقيقة زيارات، النتائج زيرو. يعني القطريين أو السياسة الخارجية القطرية قطعت العلاقات في مرحلة من المراحل، لكن تبين أن هناك اتصالات أخرى مجهولة بالنسبة لنا، وهذه الحقيقة يعني شيء في السياسة معيب. كيف أنت توقف معاي؟ وحتى في عاصفة الحزم كان لهم أفراد، كان لهم قوة، لكن كيف نكتشف أن أنت تحاول أن تهدم وتنخر هذه القوة؟ أنا أعتقد على قطر، على بعض أطراف القيادة القطرية وليس قطر، أن تغير سياسة الخارجية بدلا من الإرهاب والتخريب إلى البناء والتعمير بصراحة. المبدأ الثاني في مجلس في الأمم المتحدة هو حسن الجوار، وهو مبدأ العلاقات بين الدول حسن الجوار. المبدأ الثامن في جامعة الدول العربية في شارتر ميثاق الجامعة العربية هو يحث على حسن الجوار. دول مجلس التعاون الخليجي يحث على حسن الجوار. احنا وجدنا هناك تدخل قطري واضح في الكويت وفي البحرين، وتهديد للسعودية، وفي ليبيا تدخل، وفي مصر تدخل، وفي دول الحقيقة تعارض توجهات قطر تم التدخل لها، الأهم وفي سوريا التدخل، الأهم أن هذا التدخل أخذ شكل إرهابي، هذا أخطر نوع من أنواع التدخل ويناقض القانون الدولي.